سنين والإنسان بيفكر نقدر نرجع بالزمن ولا لأ. اللي مش واخدين بالهم منه إن الأغنية هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها. هو بابا كان بيعمل معاكوا فين؟ واضح إن أنتي ما عندكيش فكرة عن الموضوع. كلنا بنفتكر إن إحنا بنعرف أهالينا. جايز مش المفروض تعرفي. سليمان الشباب الشباب سليمان. اسمي مروان. وقف شهر عشان تبقوا تعرفوا تقلوا ادبكم تاني. شادي الله بس انت بقى بالذات 3 اشهر. ادي اخرت مشينا ورا الالات. زيكو از فول اوف سربرايزز. بقول لك يا اسطول، هي دي اللي طلعت معاك في كل البنات بتحبك؟ دي اللي طلعت معايا في اغنيه نو بادي. بص بقى، طالما قفل النوتة هتاخد منه حاجة ما حصلتش. الله أكبر الله أكبر. المهم إن أنا لقيت البنت اللي اسمها مريم معايا. جبت السيناريو منين؟ وعرفتها كويس قوي إن الفيلم ده أنا مش هسيبه يطلع. سرقته من بيت إزاي؟ خلينا من بعيد لبعيد. بس أنا من الناس اللي بتحبك دول. يمكن كلمة معايا وردة في السينما، لكن في الحقيقة مفيش نهايات. مفيش حاجة اسمها ريفو أصلا. القصة دي ما حصلتش. عادي، مفيش حاجة تتحكي. عندي حكاية أحكيها لمين وأنا